السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم 7 تكنولوجيات متوقع إنها تكون مسيطرة على السوق في 2020 أو في المستقبل. طبعا البيم بقى موجود، فمش موجود معانا في القايمة، بس هتلاحظ إن كل التكنولوجيات مرتبطة بيه. أول حاجة الفيرشوال رياليتي والأوجمانتد رياليتي رقم 2. فيرشوال رياليتي يعني تلبس نظارة تبقى شايف المشروع بس، مش شايف حاجة غير المشروع، كأنك أنت جوه المشروع، يعني جوه الموديل بتاع البيم. الاوجمانتد رياليتي بتشوف حاجه موجوده حاليا مع حاجه في الكمبيوتر. بمعنى ايه؟ بمعنى انت شايف المبنى والكمبيوتر مسجل فيه شغل الام بي، فبتبقى شايف المواسير وشايف الضغطات رغم انها موجوده داخل الحوائط او فوق السيلينج وكده. فهو بيدمج الحاجه اللي حاليا اللي قدامك مع الحاجه التخيليه او الحاجه المعموله بالبيم. التكنولوجيا التانية ويرابل تكنولوجي، اللي هي إن أنت تلبس سماعة أو تلبس نظارة مرتبطة بالتكنولوجيا، بيبقى مثلا الخوذة اللي أنت لابسها ديت فيها سنسور مثلا بيدي رسالة إن أنت موجود في المكان الفلاني، فيها نظارة شغالة في فيرجوال رياليتي، فيها أجهزة حديثة. بعد كده المشين ليرنينج، إن الأجهزة كلها بتتعلم نفسها بنفسها، يعني بتتعلم من اخطائها وفيها قدره على التعلم الذاتي، زي طفل صغير بتجيبه وهو بيبدا يتعلم، يعني مش بتبرمجه واحده واحده، لا هو نفسه متبرمج ان هو يتعلم من الموقع. يعني اشتغل في مشروع ومثلا حصل بعض الاخطاء، يتجنب الاخطاء دي في المستقبل. فده من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي انصح الناس كلها تتعلم برمجه، تخش بايثون بعد كده تخش ماشين ليرنينج. بري فابريكيشن، ان انا ببعت للموقع بقول له قطع لي الحاجات دي، فتتقطع في المصنع وتيجي تتركب في الموقع. بعد كده بريدكتيف اناليتكس، تنبؤ باللي هيحصل، يبقى فيه تقدر تعمل برنامج يتنبأ بالمشاكل اللي هيحصل، يتنبأ بالحاجة اللي ممكن تحصل، المخاطر اللي ممكن تحصل. كونكتد جوب سايت، ان انت تبقى عندك كل تقارير يومية متجمعة عندك في البرنامج، كل الاجازات، كل الحاجات، كل المعلومات كلها تكون موجوده عندك، كل الحاجات اللي بتحصل في الموقع تكون متجمعه، بحيث ان انت تربطها ببعض وتقدر تاخد